من اهم اسباب هشاشه العلاقات اللي كلنا حاسين بيه ان العلاقه بتتكسر بسرعه وما بيبقاش العلاقه فيها نوع من انواع التمسك بيها او نوع من انواع الحرص عليها. شيء غريب شوية وهو ممكن ناخده من قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. حصل بقى مفهوم اسمه مفهوم التطفيف العاطفي. يعني إيه التطفيف العاطفي؟ يعني إن الواحد يكون يحصل على كل مستحقاته من الناس، إن محدش يجرح مشاعره، محدش يجي جنبه، محدش يأذيه، وهو في الحقيقة يتكلم زي ما هو عايز، يأذي الناس ويكسر خواطرهم، ولما يجي يتكلم يقول أنا واضح أنا صريح. هو ده التطفيف العاطفي، إن الإنسان يجرح الناس ويخلي الناس واقفة على ضوافرها وهي بتتكلم معاه وهي بتتعامل معاه. التطفيف العاطفي بيزيد قوي قوي مع الشخص الساعي إلى المثالية وهو دايما بيكيل بمكيالين. الإنسان المطفف عاطفيا للأسف يقع في الظلم، وحضرة النبي قال الظلم الظلمات يوم القيامة. الحل الوحيد عشان نخرج من التطفيف العاطفي إن احنا نعمل ثلاث حاجات. أول حاجة إن احنا نبحث عن المشترك بيننا وبين الناس، لازم نجد المشترك بيننا وبين الناس وهو ده اللي هيخلينا نخلص من التطفيف العاطفي. الامر الثاني ان احنا ببساطه خالص نتعامل بسهوله مع الناس وما نتعاملش بحساسيه، لان كل ما تعاملنا بسهوله وعدم حساسيه كل ما ده كان هيخرجنا من الظلم ويخرجنا كمان من التطفيف العاطفي.